مرحبا بكم مستمعينا اينما كنتم، سواء داخل المغرب او لا خارجه، على اثير اذاعتنا R212 لا ويب راديو دي ماروكان دو موند، اول اذاعه في الويب موجهه خصيصا لمغاربه العالم. مع اقتراب فصل الصيف تزداد الرغبة مستمعين في البحث عن فرص جيدة للسفر خارج البلاد، لكن قد تصدم هذه الخطوة بمحدودية الميزانية التي قد لا يستطيع الفرد تجاوزها. لذلك من الأفضل أن تبحث عن عروض سفر ورحلات طائرة ذات تكلفة منخفضة حتى تقلل النفقات غير الضرورية. ولتسهيل هذه العملية سأقترح عليك مجموعة من التطبيقات التي ستساعدك في العثور على رحلات طيران بأثمنة زهيدة جدا حتى تسافر مرتاح البال والجيب. أولا تطبيق هوبر. يستطيع هذا التطبيق أن يجعلك توفر ما يقارب $65 في الرحلة الجوية الواحدة من خلال تنبؤه بأسعار السفر المستقبلية بدقة تصل إلى 95%، وبالتالي يمكنك متابعة تذاكر الطيران بشكل يومي عن طريق ميزة الإشعارات التي تجعلك دائما بعلم عندما تنخفض الأسعار إلى أقصى حد متوقع. التطبيق مجاني ومتوفر على نظامين معا، أندرويد وأبل، وقد أثبت العديد من المستخدمين فعاليته في إيجاد الكثير من الرحلات الرخيصة. ثانيا تطبيق سكاي سكانر. يقوم هذا التطبيق ببيع الرحلات الجوية مباشرة، ويقوم بعرض قائمة لأهم رحلات الطيران وأهم روابط مواقع شركات الطيران، كما أنه يساعدك في البحث بشكل سريع وعملي عن أرخص الوجهات وفي التواريخ التي تريد أن تسافر فيها. ويتميز هذا التطبيق بخاصية الترجمة لعدة لغات وتغيير العملة، مما يجعله واحدا من أفضل تطبيقات حجز طيران الرخيصة. وأخيرا مستمعينا تطبيق دولار فلايت كلاب. ما يميز هذا التطبيق هو أنه يأتي ببطاقة عضوية سنوية تصل $69، كما أن هناك عضوية بريميوم تصل قيمتها إلى $169 سنويا، وتجمع بين صفقات الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال. ويمكن هذا التطبيق من إخبارك بكل الرحلات الجوية الرخيصة التي ستناسب تفضيلاتك بناء على مجموعة من الاختيارات التي تحددها مسبقا، وبالتالي فالتطبيق يكون صورة مسبقة عن نوع الرحلات التي تحبذها انطلاقا من جدول عطلك والوجهات المفضلة لديك. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة هاكسويك، رفقة ممتعة مع باقي برمجة R212 La web radio des Marocains du monde.